مستمعينا الأعزاء، بنسعد في هذه الليلة بمجلس إدارة جديد، بنسعد بفكر جديد، بنسعد برؤية جديدة، بنسعد بقلوب شابة، قلوب محبة، قلوب عطاءة بتتمنى، ولكن هذه القلوب ورثت تركة، لا نعلم ولا يعلم أحد كيف ستتحمل إلى أن يشاء الله. هل عندها القدرة؟ هل عندها الصبر؟ هل عندها الجهد أنها تتغلب على المصاعب؟ ولا هتكون المصاعب أقوى منها وفجأة نلاقي مجلس الإدارة قدم استقالته وشكرا جزيلا لأنه مش قادر يشتغل، مش قادر يقدم، مش قادر يعطي، لأن العراقيل قدامه كثيرة جدا ومحبطة جدا. فجأة نلاقي خلاف ما بين أعضاء مجلس الإدارة، نلاقي خلاف ما بين مجلس الإدارة ومدير مركز الشباب، خلاف ما بين مجلس الإدارة وما بين إدارة الشباب، خلاف ما بين مجلس الإدارة والجمهور المتردد. حاجة يعني تفوق الوصف بكل ما يحمله الكلام من معاني. في النهاية من الخاسر؟ هو مركز الشباب. من الخاسر؟ هذه القلعة الرياضية، القبلة التي كان يتمنى أي فرد في مدينة موت ومركز الدخلة إن هو ينتمي إليها، أصبح الكل بيحاول جاهدا أن ينفض يديه ويهرب من المسؤولية، لأنها تركة مثقلة بالمشاكل ومثقلة بالأشياء المحبطة التي تجعل الإنسان يعيش على أعصابه، وفي النهاية يجد أنه يحرس فيما ولا يجد نتيجة لما يبذله من جهد. مقدمة طويلة ولكن لها معاني. المقدمة عن مركز شباب مدينة موط بالدخلة، القلعة الرياضية الثانية في مدينة موط بالدخلة. هيكون معانا إن شاء الله في الفقرة الثانية مجلس إدارة مركز شباب الفتح، وده طبعا ثالث الهيئات الرياضية في مدينة موط، ولكن دعونا الآن إن يكون معايا بعض أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الأستاذ ناصر عبد المنعم الجبالي رئيس مجلس إدارة مركز الشباب مدينة موط. مرحبا بك أستاذ ناصر. الله يرحم حضرتك وزنبيك، وسعيد جدا إن أنا حضرتك النهارده. كل سنة طيب وأنتم بصحة وسلامة، وكل سنة وشعب الوالد كله بخير، وعلى رأسهم السيد الوقت ناصر الإقليم بمناسبة أعياد القبيل المحصن. كل سنة وفي حقيقة والله زميل اسمح لي يعني والله فعلا يعني قلبت الوجع فيا دي حقيقة والله. أنا من سنوات المقدمة اللي أنا قلته ده حضرتك قلته واقع واقع حقيقة حقيقة، بس نحن يعني أنا لسه أنا عاوز أنا لسه أتكلم عنك، لأن أنت لسه طبعا أنت عاصرت فترات وكنت في مجالس إدارة قبل كده، فعاصرت المشاكل وعارف أصل المشكلة فين وعارف الدنيا ماشية إزاي. أنا كان ودي إن يكون الأستاذ مدير إدارة الشباب أستاذ ناصر عبد الله سنوسي يكون موجود معانا، ولكن ظروف خارجة عن الإرادة يعني ما خلتوش يبقى موجود معانا. نسعد أيضا بالأستاذ أحمد سنوسي عضو مجلس إدارة مركز شباب مدينة موت. أهلا بك يا دكتور، مرحبا بحضرتك، وإحنا سعداء النهارده بزيارة حضرتك لينا، ونتمنى إن هي تتكرر كتير، لإن بجد بجد إذاعة الوادي الجديد هي صوتنا اللي بيوصل للناس، وهي المكان اللي بنقدر فيه نوصل للناس مدى الإمكانية اللي إحنا بنعاني منها ومدى المعاناة والمؤاساة اللي إحنا فيها. إحنا كنا محتاجين الناس تقف معانا الفترة اللي فاتت. الحمد لله إحنا بقالنا 10 شهور بفيادة الأستاذ ناصر، زي ما بيقولوا بالبلدي كده بنخلق الصخر، والحمد لله تمكنا من ذلك. مركز شباب الدخلة دلوقتي مش رقم 2 في الدخلة في الأنشطة الرياضية، لا بالعكس، مركز شباب الدخلة رقم 1 دلوقتي في الأنشطة الرياضية. أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، هي طبعاً طموح وأمنيات بالنسبة لمركز الشباب. الأستاذ أحمد عضو مجلس الإدارة مشرف على إيه؟ حضرتك أنا عضو مجلس الإدارة تحت السن ومسؤول عن الأنشطة في المركز. الأنشطة الرياضية؟ مظبوط كده. الأنشطة الرياضية، عشان خاطر بس الأنشطة الرياضية يعني تهمنا وإحنا في فترة رياضية، ولكن كمركز شباب أنا باخد كل الأنشطة. أستاذ ناصر عبد المنعم جبالي رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة موط بالدخلة، عايز أعرف مركز الشباب، اديني كده نبذة عن مركز الشباب،
مساحته، الأنشطة اللي موجودة فيه، العمالة اللي موجودة فيه، يعني عرفني مركز شباب مدينة في مدة داخلة. مركز شباب مدينة داخلة تأسس بقرار رقم 5 سنة 76. تمام. مساحته تقريبا 18 فدان. تمام. يعني مساحة مش عايز أقول إنها يعني غير مستغلة إلى حد كبير. لا غير مستغلة دي يعني حد كبير. حدث ولا حرج. غير مستغلة بالمرة. إلى حد كبير بس على زي ما قال الأستاذ أحمد إحنا بدأنا يعني المسار الصحيح لمركز شؤون المدينة بس محتاجين برضه دعم حضرتك ودعم السيد اللواء ورئيس المركز والمدير العام ومدير الإدارة ومحتاجين قبل كل دول الناس أعضاء مركز شؤون المدينة الداخلي والله والله فعلا معاك حزين يعني مش هنتكلم بالتفاصيل مع حضرتك إن شاء الله يا أستاذ نبيل لكن أقول المساحة 18 فدان عندي موظفين متدربين إدارة الشباب 12 موظف عندي 22 عامل ومشرف شغالين بخروج الاداره احنا جينا لانهم موجودين وباذن الله زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله بدانا الطريق الصحيح للنهوض بالمركز والانشطه يعني اقول لحضرتك يعني والله انا لما جيت فعلا يعني والله كيف والله حقا انا بقول كده عشان مع حضرتك يعني لان حضرتك تعرف ان احنا يعني من سنه 90 وانا مع حضرتك بالظبط الانشطه الثقافيه والزهر الرياضيه يعني بالزبط. يعني عشره قديمه وسعيد فعلا والله انا موجود مع حضرتك دلوقتي يا استاذ ربنا يخليك فاحنا فعلا بدانا الطريق يكفي ان انا اقول ان في انشطه بتنفذ على الواقع وان في حضور ده يكفيني والله مراكز الشباب دي معموله اصلا اصلا عشان انشطه الناس اللي مارسه نشاطها الناس تيجي وتنمي روح الانتماء عند الناس عند الشباب عند الطلائع عند الشباب عند كل الناس لكن دلوقتي والله تروح تزعل يعني ارادتك ايه يا استاذ ناصر؟ ارادتي يعني ايه المحلات بس والدور الاول بس في ايه الدور الاول؟ الدور الاول 63 محل يعني المحل تقريبا حوالي 6000 جنيه في المحلات كلها في السنه 80 جنيه 80 جنيه في المحل 6000 جنيه لكم محل؟ 63 محل 63 محل ب 6000 جنيه تقريبا يعني حسبه ايه؟ يعني 10 جنيه مثلا المحل 100 جنيه لا المحل 80 جنيه 80 جنيه في الشهر محل 80 جنيه في الشهر ده حاجه تزعل والله يعني حتى الحمد لله يعني احنا طبعا لما جينا كان في موضوع مرات وبدا الناس فعلا تدفع اللي هي رسم فعلا مرات يعني في احنا بدانا خطوات كبيره جدا يعني بس محتاجين يعني حضرتك معانا اولا ونجيب اولا الاول سياده الدوله المحافظه الاقليم يعني والله محتاجين جهود كل واحد لحد اخر استاذ ناصر استاذ ناصر انت يعني انتوا محتاجين انت ايه مشكلتك بالظبط؟ مشكله الناس ايه الناس يعني؟ الناس مفيش حد مع الاسف يعني انا كنت اجي قبل كده الاقي المركز ده اعضاء المركز كاعضاء عامل او منتسب ما لعبش حطين لك في المركز. ايه السبب؟ ما سالتش نفسك مجلس الاداره ما سالش نفسه، ايه السبب اللي خلى الناس كلها عزفت عن ان هي تروح مركز الشباب؟ زي ما حضرتك قلت احنا جينا مش بدانا من الصفر زي ما قال الاستاذ احمد احنا ده بنبدا من تحت الصفر. بنبدا من تحت الصفر. لا انشطه شغاله ومفعله لا ناس بتيجي مع الاسف ما فيش اهتمام مش عايز اقول من كل الناس على كافه المستويات فاحنا مش بنبدا من الصفر والله زي ما قال الاستاذ احمد احنا بدانا من تحت الصفر لكن الحمد لله رب العالمين بدانا الطريق الصحيح وان شاء الله مستمرين مش زي ما قلت حضرتك قلت احنا مستمرين لحد ما ان شاء الله تظهر بيسر الامر يكون في مجلس اداره للانتخاب او الى ان يسر الله عز وجل ان شاء الله ان شاء الله الى ان يسر الله عز وجل مجلس الاداره يعني معلش انا هتكلم كلام ممكن يوجع كده او حاجه زي كده ولكن اعتبروا ان دايما الحقنه اللي الانسان بياخدها عشان يشفى مش بياخدها عشان تؤلمه. مجلس الاداره جه لمركز الشباب تولى المسؤوليه وهو يعلم المشاكل اللي موجوده، المشاكل اللي هي ما بين اعضاء مجلس الاداره، عدم التجانس اللي موجود بينهم، المشاكل اللي بينهم وبين الاداره نفسها اداره الشباب ممثله في مدير المركز والناس اللي موجوده، ازاي يعني نوظف الامكانات، ازاي نوظف القدرات اللي موجوده. انت حضرتك دلوقتي كمجلس اداره ومعاك افاضل عاوزين نعرفهم طبعا دلوقتي. عملتوا ايه؟ ايه رؤيتكم؟ ايه الهدف؟ ايه الاستراتيجيه؟ انت مش هتقول لي انا مشكلتي ان الناس تيجي، الناس هتجي لك ليه؟ الناس هتجي لك بدون ما تقدم حاجه؟ ما هو لازم انا اذاكر الاول علشان اخد النتيجه في الاخر اللي هي النجاح. لكن انا عاوز انجح من الاول وبعد كده ابقى اذاكر افتكر يعني المنطق معكوس شويه. فحضرتك ايه رؤيتكم؟ ايه اللي انتوا عملتوه؟ ايه الاستراتيجيه اللي انتوا عملتوها ومشيتوا بيها؟
لو سمحت لي يا دكتور نبيل، انا ممكن ارد على السؤال بالنسبه للاستاذ ناصر. احنا مجلس الاداره دلوقتي تعفين للحرج يعني؟ لا مش تعفين للحرج، هي الفكره كلها ان انا كنت كابتن كاراتيه من 20 سنه. جميل. انا سن صغير بس انا من 20 سنه متواجد في مركز مركز شباب مدينه الدخله مع عبد العزيز. مع كابتن عبد العزيز طبعا استاذي وقائدي ومثلي الاعلى في الرياضه طبعا، ما اقدرش يمكن حقه. بس من 20 سنه واحنا بنشوف المركز بعد سين من الناس مساب المركز، المركز بدا يقع. المركز بدا يتقيد بقوانين عقيمه طبعا. مع اعتذار للقوانين يعني، احنا مجلس الاداره دلوقتي فيه ثلاثه قانونيين، وفي يوم من الايام كان مدير المركز راجل قانوني. معلش المركز عانى فتره كبيره جدا جدا من فساد اداري ومالي، وكان عندنا كتير من المشكلات، ومشكله المحلات كل يوم. انا بس عايز حضرتك تتخيل معايا ان مركز شباب مدينه الدخله ليه 1,014,000 ديون عند الناس، ليه مستحقات عند الناس بمليون جنيه. ما اظنش ان في مركز شباب على مستوى الجمهوريه ليه 1,000,000 جنيه عند الناس مستحقات. فتخيل ان انا يعني ايه مستحقات؟ معلش مستحقات يعني الناس مثلا مأجره المحلات ما بتدفعش الايجار. ايوه حضرتك حتى لو بتدفع فهي بتعرض في المحكمه انا مش بنالي الفلوس دي، القدر الكبير ده من فلوسي مش موجود لدي. فتخيل حضرتك مدى المعاناه اللي تخليني استغنى عن 1,000,000 جنيه لغايه النهارده لمركز عندي مش عارف اجدد فيه النزل. حضرتك تخيل ان النزل بتاع مركز شباب الدخله معروف ان النزل في اي مكان هو المأوى لاي غريب واي عابر سبيل. بناخد مقابل بس مقابل بسيط، دي حاجه من الحاجات. تمام. يعني انا بلد واحد من البنود. انا كان عندي جمعيه عموميه الشهر اللي فات. احنا زهقنا من الحساب الختامي ان احنا لينا 1,014,000 حساب محلات فقط. فتخيل حضرتك مركز شباب الدخله احنا عندنا اتوبيس متهالك يشكر الناس اللي شغاله عليه، بنعمل له صيانه دوريه. انا مش عارف اجيب اتوبيس جديد. انقل الناس اللي عندي ازاي؟ اعمل رحلات عندي ازاي؟ وانا معلش استاذ احمد سنوسي عضو مجلس الاداره والمشرف الرياضي بالمركز، انا برضو ما زلت حتى الان انا مش عاوز اصدر المشكله، مش عاوز اصدر شكوى. انا بقول انتوا دخلتوا مجلس الاداره بروح برؤيه باستراتيجيه بهدف معين، حضراتكم عملتوا ايه؟ بيكوا 1,140,000 ولا 14,000؟ 1,014,000 عند اصحاب المحلات. بالتاكيد دي بتاخد اجراءات قانونيه. طب انت بتطالب وهو بيروح المحكمه وبيعمل مش عارف معارضه ويعمل استئناف والدوره القضائيه بتاخد مجالها. تمام. ولكن لابد ان تكون لي يعني خطوط اخرى عشان اقدر امشي فيها. ما هو انا مش هقدر امشي اصلا واستنى واعلق كل الشماعه وابتدي اقعد اقول لا انا مش هشتغل لما تجيلي المليون. طب المليون مش هتجيلك، هنعمل ايه؟ هو انا كان نفسي اتفق مع حضرتك اقول لك ان احنا استنينا، بس للاسف احنا ما استنيناش. مش للاسف، ده بكل افتخار ان احنا ما استنيناش. جميل. احنا ايوه انا عايز تديني جرعه الامل. لا تحت امرك. احنا قسمنا المركز لمحاور. اول حاجه المحور الانشائي. عندنا المهندس محمد خليل عضو مجلس اداره، ما سابش شبر واحد داخل المركز، ما عملوش مقايسه، ما عملوش 18 فدان. 18 فدان حضرتك، احنا ما عندناش مكان نقدر نعمل فيه مشاريع جديده. يا سلام. احنا حضرتك دلوقتي المهندس محمد يشكر هو والمبدا ده نادي الزمالك ما عندوش 18 فدان. لا يا فندم احنا عندنا 18 فدان وبنفتخر طبعا ان احنا عندنا المساحه الكبيره دي. المهندس محمد خليل رفع لنا مقايسه لكل مكان. حتى النافوره اللي في مدخل المركز رفع لها مقايسه، واكتشف ان مكانها اصلا متخطط غلط وهنعيد بناءها من جديد ان شاء الله بمنظر جمالي. طب قبل ما تكمل اتفضل، انت راضي عن مدخل مركز الشباب؟ راضي عنه؟ قبل 14 واحد قبل ما نستلم كان عباره عن، انا اسف اللفظ، خرابه مقننه. دلوقتي مركز شباب الدخله الاناره فيه 24 ساعه. الامن فيه متواجد طول الوقت. لدرجه ان انا بقول على المنظر الجمالي. المنظر الجمالي انا داخل مركز شباب يعني، ومركز شباب مش في قريه ولا في حته يعني مجهولة، لا ده حتة معلومة للكل وحاجة كبيرة. النهاردة حضرتك بعد 10 شهور بس من مجلس الإدارة اللي موجود لغاية الأستاذ ناصر، أقول لحضرتك إن إحنا عندنا عدد الزوار اليومي حاجة شرف. اللي هو جاي يقعد بس، مش جاي يعمل أي حاجة، مش جاي يمارس أي نشاط، جاي يقعد في مركز شباب الدخلة، مكان آمن، الأطفال ليهم مساحات خضراء يلعبوا فيها. جميل. الشباب الرياضيين عندنا أكثر من 3 ملاعب حضرتك. وبنجري في إنشاء ملاعب أخرى. حمام السباحة عندنا فيه مشاكل، بس دي مش مشاكلنا، دي مشاكل مع الصيانة، والحمد لله قدرنا إن إحنا نورد الفلوس بتاعته وقريب إن شاء الله هيشتغل. عندنا مركز المعلومات بدأنا نعيد صيانته دلوقتي تاني، اللي هو الحاسب الآلي.
احنا دلوقتي حضرتك مصدر جذب للقاسي والداني في الوادي الجديد او تحديدا في مركز الدخله. تمام. الانشطه الرياضيه الحمد لله. لا انا هرجع لك بس عشان اتكلم على الانشطه بقى الرياضيه، لان ديت انا عاوز اقولها لي، لان مركز شباب الدخله انا عاصرت ونقلت منه ماتشات كتيره جدا، ونقلت منه احتفاليات رياضيه ودورات رياضيه كبيره جدا جدا. تمام. وبقاله تقريبا فتره كبيره ما حدش بيسمع عنه، لكن خليني ارجع. ليه يا فندم دخلنا المركز الثاني؟ لا لا في دوري المراكز مش ده، مش مركز شباب مدينه خموت اللي ياخد الثاني. ما هو حضراتكم بقى في الخلف بتضعفوا مننا شويه، فيعني لا 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 معلش ما قدرناش ننافس معاهم. ده كنتوا بعبع على فرق الصعيد ولسه لغايه دلوقتي حضرتك. بس يعني طب حاجه عشان تقول لي الانشطه الرياضيه بشيء من التفصيل. استاذ نصر عبد المنعم الجبالي رئيس مجلس اداره مركز شباب مدينه خموت في الدخله، مجلس الاداره مكون من مين؟ مجلس الاداره احنا سته، رئيس مجلس الاداره مصعب عبد المنعم الجبالي، وكيل مجلس المدام هي بدر سليم، اعضاء في السن الباشمهندس محمد خليل، مهندس مدني استاذ محمد حسن صالح مدرس، اعضاء تحت السن الاستاذ احمد سنوسي من حضرتك، والاستاذ احمد عبد العزيز محامي. تمام. كان المفروض واحد سبق بس ما جاش من البدايه يعني. تمام. بس هو في نقطه انا اسمح لي يعني اعقب حضرتك، احنا المجلس الحمد لله رب العالمين ما فيش فيه خلاف بيننا. بفضل الله عز وجل يعني انا رئيس مجلس اداره وفي اخر الصف مش اول الصف. الراي بناخده بالاغلبيه. انت بتسبق يا استاذ مصر. لا دي حقيقه. لا حقيقه حضرتك بتقول في مشاكل بين اعضاء مجلس الاداره. لا فعلا لان في لا يا فندم دلوقتي حضرتك من 14 واحد من ساعه ما استلم استاذ مصر واحنا معاه ما عندناش اي مشاكل بين اعضاء مجلس الاداره. مجلس الاداره السابق فكك او حل نتيجه لخلافات بين اعضاء مجلس الاداره وبين مدير المركز وبين الاداره. هو اعضاء مجلس الاداره السابق ليه كل التقدير والاحترام طبعا. انا ما بتكلمش عليه. انا فاهم انا فاهم بس معلش المجلس الموجود دلوقتي اكثر ذكاء من مجالس اداره جت قبل كده الحمد لله. قدرنا ان احنا ننحي الخلافات، قدرنا ان احنا نوفق بين الانشطه الرياضيه اللي عندنا، قدرنا نتفق من الاول على الخطوط العريضه. مش هنعمل حاجه غير لما كلنا نبقى متفقين عليها او الغالبيه متفقه عليها. اتفقنا من الاول ان الامر شورى بينا، لو في عنصر او اثنين مش موافقين كفايه ان في اربع عناصر من سته موافقين. تمام. استاذ نصر ارجع لك مره ثانيه، استاذ احمد سنوسي على طول بيلحقني بيقرا افكاري بيقرا الاتجاهات بتاعتي. فيعني دي حاجه انا بحييه عليها يعني. شكرا. بس ده الواقع برضه. ده حقيقه ده الواقع. وبعدين احنا يعني مش اكثر ذكاء زي ما قال استاذ احمد معلش يعني احنا بنكمل الوضع اللي قبلنا يعني سواء مجلس احمد سيف او لجنه السير عمالة كانت قبلنا مباشره. دخلت الاستاذ عبد الله السنوسي هو مدير الاداره فاحنا بنكمل. لكن احنا مفيش بينا والله ده حقا يعني مفيش اي خلافات. طب ايه الخلاف اللي بينكم وبين اداره الشباب؟ لا الخلاف برضه بينا ما فيش مشاكل بينا وبين اداره الشباب، احنا مشكلتنا مع المديريه. ومع يعني شخص واحد في المديريه. المديريه هي هي اداره الشباب. ومع شخص واحد في المديريه. احنا يعني عاملين كام مشروع لكام بعته للمديريه يعني بقى لنا اكثر من اربع شهور مستني رد من الاستاذ محمد عبد الستار عيد. ان احنا عايزين نعمل باذن الله تعالى عايزين نعمل زي كافتيريا كده من اربع شهور من اربع او خمس شهور. احنا بدانا نشتغل اول ما جينا بدانا نشتغل مش حد فينا قاعد. احنا يعني لازم تلاقي واحد موجود فينا في مركز الشباب كلنا بنكمل بعض. تمام. واستاذ نبيه حضرتك والله احنا يعني مش عايز اقول لك الزحمه وغصبنا يوميا نبقى متواجد. يعني انا ممكن يومي والتاني يومي والتاني. طب العلاقه بينكم وبين مدير المركز شكلها ايه؟ حاليا متوسطه. احنا بنتمنى تبقى احسن من كده. لا مش متوسطه. لا لا متوسطه. لا مش متوسطه. لا لا حضرتك دكتور نبيل احنا مش عندنا الاستاذ علي استاذ علي فرغلي يعني ده اخر مدير مركز تشرفنا ان هو يقود مركز شباب مدينه الدخله. احنا كان نفسنا ان هو كان المفروض ان هو يكون موجود معايا. هو للاسف بس الظروف الصحيه مش قد كده مش هيستحمل الضغط بتاع حضرتك في الاسئله. حضرتك محاور كبير فهو مش هيستحمل الكلام ده كله. حضرتك دلوقتي الاستاذ علي فرغلي من انشط المديرين اللي جم قبل منه كان في صف طويل كان اخرهم الكابتن ايهاب من انشط الناس اللي جم مركز شباب الدخله. دلوقتي الحاج علي فرغلي من افضل الناس اللي وضعت قدمها في مركز شباب مدينه الدخله. مركز الشباب دلوقتي عروس تتجمل للقاسي والداني. تمام. استاذ احمد سنوسي هو ايه المشكله بالظبط اللي بتحصل؟ ايه المشكله اللي ممكن نقول عليها مشكله ما بين مجلس الاداره كهيئه منتخبه من قبل
جمعية عمومية. احنا معين للأسف. من واخد بالي، من واخد بالي. انتوا تعتبروا لجنة، لجنة تسيير أعمال دلوقتي، أو مجلس معين مؤقت لغاية لما تجرى الانتخابات. أنا بتكلم أيا كان، هو مجلس إدارة دلوقتي. مجلس الإدارة المنتخب المعين اللي هو بقرار اللي هو من الجمعية العمومية، وبين العنصر الإداري اللي هو يتبع مديرية الشباب والرياضة. هو إيه الخلاف اللي بيحصل؟ ليه دايما في صدام؟ هو عاوز ينفذ خطه وانتوا بتقولوا لا، انتوا عاوزين خطه وهو يقول لكم لا، ايه بالظبط المشكله؟ انا ما شفتش مركز شباب في هذا الصدام المتلاحق المتلازم على طول في مجالس الاداره زي ما شفت في مركز شباب مدينه فوق. تمام حضرتك، احنا ممكن نجملها اجمالا وتفصيلا للمشكله. ان مركز شباب الدخله كان رقم واحد في الوادي الجديد. حاليا احنا بنتراجع بسبب البطء في الاجراءات او الرد علينا من المديريه، مش الاداره. الاداره هنا الاستاذ نصر عبد الله الراجل مشكورا بيتواجد معانا تقريبا كل يومين او كل ثلاثه حسب ظروفه. بيجي يبص علينا، بيجي يشوف الانشطه بتاعتنا، بيتابعنا على الاقل بالتليفون لما بيكون في حاجه يعني مستعجله بنقدر نجيبه ويتواجد معانا. المشكله كلها من الاداره القانونيه في المديريه. الاداره القانونيه احنا طبعا احنا عندنا ثلاثه قانونيين في مجلس الاداره، وكان رابعنا مدير المركز بفتره. دلوقتي حضرتك احنا كل ما بنطلب شيء ان هو مشروع يتعمل، ان احنا مثلا عايزين نعمل جرد للخردة اللي عندنا، عايزين نعمل مشاريع، عايزين نعمل كافيتيريا، عايزين نأجر الملاعب. طب معلش الاستاذ محمد عبد الستار له كل التقدير وكل الاحترام، وله حق الرد حاليا في ان هو يعني يرد علينا اذا حب، او اي حد من مديريه الشباب والرياضه، كابتن يحيى دياب مدير عام مديريه الشباب والرياضه، او اي فرد من مديريه الشباب والرياضه له حق الرد علينا في هذه الفتره او بعد هذه الفتره، اهلا به. ولكن يعني انت حاسس ان في تعنت، حاسس ان في مثلا في تعطيل، في حاجه؟ هو حضرتك مش تعنت بمعنى التعنت، هو تاخر. يمكن هو عشان عنده اكثر من مركز شباب وعندهم مشاكل، او ان هو قاسى، او حاجه. مفيش مركز شباب زي مدينه نصر، ما اختلفناش. المفروض ان هو حضرتك يبقى على علم بالنقطه دي. رقم واحد. احنا رقم واحد. بس للاسف احنا اخر القايمه في الرد على طلباتنا. حضرتك احنا عايزين نعمل كافيتيريا لمركز شباب مدينه الدخله، مفيش كافيتيريا. كنا بنعتمد على حمام السباحه لفتره من الزمن، وتم اغلاقه للصيانه لغايه النهارده لسه ما تصينش. طيب اللي جاي يقعد عندي هو وزوجته واولاده. ما تصينش ليه؟ ما تصينش ليه؟ دي مشاكل في الاسكان. حضرتك احنا وردنا الفلوس من عندنا مستنيين الصيانه. حتى المهندس محمد خليل من عندنا كان شارك ان هو يحط مخطط للصيانه بتاعته، بس لغايه النهارده ما طلعش عنه. حضرتك قلت مركز الشباب او مجلس الاداره لمركز الشباب دلوقتي بيشارك في كل الانشطه. تمام. فاحنا التاخر في الرد علينا او الرد علينا بالشيء ونقيله هو اللي بيحيرنا. يعني ممكن نقول مثلا حضرتك دلوقتي عندنا المعرض المقام حاليا معرض تابع للغرفه التجاريه. فاول مره طلبنا، بعت لهم حضرتك احنا عايزين نعمل معرض، او جالنا طلب باقامه معرض اتوافق عليه. فوجئنا بعدها باسبوع بعد ما المعرض بدا يقام ان لا، المعرض مخالف ولازم تشيله. طب حضرتك توافقت لي ولا اشيله؟ حضرتك موافق ان انا اعمل كافيتيريا ولا اشيل الكافيتيريا؟ المعرض ده مين اللي اقامه عندك؟ الغرفه التجاريه حضرتك. بموافقتك؟ بموافقته هو حضرتك. يعني بموافقه المديريه، المدير العام للمديريه. وبعدها فوجئت بعدها باسبوع ان هو بعت لي جواب يقول لي لا، بناء على تعليمات السيد اللواء المحافظ يلغى الاقامه. ما اقدرش انا حضرتك دلوقتي، حضرتك بتديني تلغي اقامه المعرض. لان هو مخالف. طب يعني لما المعرض بتاع الغرفه التجاريه هو المخالف بالعقل وبالقانون وبالمنطق، معرض مين اللي يكون مش مخالف؟ فحضرتك انا باخد التعليمات واخد ضدها من نفس المصدر. دي حاجه تبرد، دي حاجه بتخلينا في حيره نقول ازاي مركز الشباب يحصل فيه كده. الله اعلم بقى، تعنت، عدم درايه بالقوانين، في شيء، في خلفيات كانت مع مجالس اداره قبلنا احنا لسنا على علم بها، احنا مش عارفين بصراحه. احنا من خلال منبر حضرتك بنخاطب المديريه، يا ريت مركز الشباب يكون في مكانه افضل من كده، يا ريت الاهتمام بمركز الشباب. احنا موجودين معاكم لغايه ما تقولوا لنا شكرا، سلام عليكم. احنا متواجدين كلنا الست اعضاء او السبع اعضاء بالمدير متواجدين عشان خدمه المركز. تمام. استاذ نصر معلش ارجع تاني، دور بقى الجهاز الاداري، الجهاز التنفيذي في مركز الدخله، رئيس الوحده المحليه لمركز الدخله الاستاذ سيد محمود، دوره ايه معاكم؟
معلش بس قبل ما نقول دور الاستاذ سيد محمود رئيس المركز، احنا العلاقه بيننا وبين اداره المركز كويسه جدا. مدام الهام احنا طلبنا منها، احنا جينا عشان نشتغل اجنبيين، جينا عشان احنا جايين نرتقي بالمكان، طلبنا منها تشتغل معانا. يعني مش هنقول رفض، هي اتاخرت شويه عندها ازرها فقدمت اعتذار انها تمشي تسيب اداره المركز. تمام. جيب سهاب كان فعلا زي ما بيقول الاستاذ احمد سوس، والله شويه اشخاص انشطه الناس فعلا، واحنا اتمسكنا بيه لدرجه ان احنا ما نعرفش مين اللي مشاه. المدير العام، اشاره المدير العام اكثر من اشاره. ليه؟ طلع الله اعلم. لا الله يعني بلاش نتكلم. لماذا؟ احنا مش هندفن راسنا في الرماد زي ايوه يعني. ايوه لازم اعرف هو مشي ليه. انا ممكن اقول لحضرتك دكتور نبيل، اتفضل. الاستاذ ايهاب كان من الناس القانونيين القويين جدا، كان بدا يحل مشكله المحلات. مشكله كبيره وقديمه. الراجل بما انه قانون مش قديمه، مزمنه. هي مزمنه بس ان شاء الله يعني ليها حل باذن الله. الاستئصال هو الحل. الاستاذ ايهاب كان بدا يجد ثغرات قانونيه في العقود وبدا يشتغل عليها، وده ما عدفش ناس كثيره وناس واصله وناس، انا ما بحبش لفظ واصله، بس ناس ليها حد يسندها. محدش واصل ومحدش بيتسند، وطالما هناك حق لابد ان يؤخذ. حضرتك يا دكتور نبيل حط نفسك مكان يا فندم. ليه مدير مركز شباب الدخله يمشي في اوضاع عظمته؟ طيب سواء المدير او المركز. بص يا استاذ احمد واستاذ ناصر، ما تقوليش انا بقدر بتساءل ليه يمشي. لابد ان انتوا تكونوا بحثتوا، ولابد ان انتوا تكونوا تقصيتوا، ولابد تكونوا رحتوا وسالتوا مشيتوا ده ليه؟ علشان خاطر ده مش شغال، علشان خاطر ده شغال، واحنا مش عاوزين حد يشتغل. دكتور نبيل مثلا بنقول اذا كان شغال ولا لا؟ يعني احنا مجلس الاداره. طيب احنا اللي بنقول لهم مثلا، احنا بعت لهم نقول لهم والله ايه؟ مشوه ليه؟ احنا حضرتك فوجئنا بالقرار. فوجئنا عشان تدخل في موضوع المحلات، الخط الاحمر، المحلات دي بالنسبه لل المحلات خط احمر. خط احمر لكل الناس. يعني احنا يعني محدش يقرب من المحلات، اي حد هيدخل في منطقه الالغام ديت هيصب بلا حدود. حضرتك ما قربناش من المحلات، احنا قربنا بس من الممرات اللي هي 6 متر دي المضافه للمحل. يعني اقول لك الحرب من اول تامر بيه عبد القادر، حرب يعني اقولها من تامر بيه اللي هو ارمض النواب عندنا. الاستاذ تامر بيه الناس كتبت مذكرات، والاستاذ برديس برضه نفس الوضع. يعني احنا برضه يعني اعضاء مجلس النواب ما كانوا ضدكم؟ لا مش بالمعنى، هم عايزين حل لموضوع المحلات دي. بس الحل لازم يكون بالقانون. احنا يعني زي ما احنا ثلاثه رجال قانون في المجلس، فلازم نمشي بالقانون. مش هنمشي احنا بالعرف والتقاليد، نمشي بالقانون. لا احنا عايزين يعني عايزين يعملوا خطوات استباقيه بعيد شويه عن القانون، لكن احنا نمشي بالقانون. تمام. واول ما الذهاب بدا يحفر شويه كده موضوع المحلات، استوب لحد هنا. وبقول لحضرتك انا يمكن قعدت حوالي شهر مش عارف امشيه، وكل يوم الثاني تيجي لي اشاره اخلع الطرف المسؤول عودته الى القرار عامل بلاد الشركه. ليه؟ لانه كان بدا يحط بس ايده يلمس بس مفتاح باب المحلات، ما دخلش جوه، ده لسه على الباب، لسه ما دخلش جوه. فدي مشكله. جاب الزعالي والله علاقه متوسطه، مش هقول لحضرتك لان احنا بنحب كل حاجه نبقى عارفينها في المجلس. استاذ علي جايب اجنده؟ جايب اجنده والراجل شغال. الراجل بسم الله ما شاء الله. لا جايب اجنده، ما تقربش، مالكش دعوه، تروح تسير، تروح تعطل لهم المراكب السايره. لا اول ما جيت الزعالي هي دي الاجنده. قلت له الزعالي انت عشان ما تمشيش سنه قبل منك، مالكش دعوه بموضوع المحلات دي خالص. سيب المحلات دي عليا انا وعلى مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره. لذلك هو بالنسبه للمحلات لو تكلمت حضرتك دلوقتي يقول لك المحلات خط احمر بالنسبه لي. قلت له عشان انا زعلي، انا مش هقعد شهر، انا هقعد شهر واخد اجازه وماسك باسم مجلس الاداره من المركز، لان هي بعد ما مشي خدنا فتره لما جه الاستاذ علي. فقلت له يا زعلي المحلات بالنسبه لك انت خط احمر، سيبنا احنا. لكن زعلي شغال معانا، والعلاقه اللي حضرتك كنت متوتره. لا مش متوتره، العلاقه يعني متوسطه، لان احنا بنحب نعرف كل حاجه ونحب نتابع في نفس الوقت. يعني احنا بنتابع، لان احنا برضه احنا في الاول وفي الاخر احنا المسؤولين. تمام. مجلس الاداره هو المسؤول الاول والاخير عن كل صغيره وكبيره في المركز. ومدير المركز والعاملين وكل المشرفين والعماله كلها، يعني دول هنقول الايد اليمنى بتاعتنا. تمام. وان شاء الله على الطريق الصحيح. نحن على الكلام مش احنا على الطريق الصحيح. لا الكلام واحد اثنين ثلاثه. هقول لحضرتك احنا ده كلام استهلاك. حضرتك انت حضرتك دلوقتي يعني ماسك الجانب المظلم في بقى شغل. في جانب منور، في ضيق، في امل، في امل كبير كمان. بدانا نخطو الطريق برضه عشان بس حضرتك توقف. انا هتوقف مع حضرتك استاذ نصر عبد المنعم جبالي، رئيس مجلس اداره مركز شباب مدينه قموط.
مرة أخرى نعود مستمعينا الأعزاء للفترة الرياضية المفتوحة على الهواء مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الرياضية التي يجب أن ننظر إليها بمنظور آخر غير المنظور اللي موجود. المنظور اللي موجود دلوقتي سلة من المشكلات، سلة من القضايا العالقة، سلة من الاهتمامات الشخصية وغير الشخصية، سلة فيها تصفية حسابات، سلة فيها كل ما تقع عيناك عليه من بطاطس كويسة وبطاطس مش كويسة، طماطم كويسة وطماطم مفعصة، تفاح كويس وتفاح معطوب، يعني سلة بتحمل الكل. ولكن في النهاية العطب سيصيب الجميع، سيصيب كل ما في السلة، وتتوقف الحياة تماما في مركز شباب مدينة قنوط. إذا كان كلامي كلام يعني في حدة شوية وفي شدة شوية، ولكنه كلام من القلب، كلام بالحب، كلام لأن أنا عصرت هذا المركز وعصرت الأنشطة اللي موجودة فيه، عصرت فترات الإزدهار الكبيرة اللي عندما كنت أو يعني أريد أن أنفذ أي نشاط كان هذا النشاط يوجه لي، توجه لي الدعوة في مركز شباب مدينة قنوط لنجاح أي نشاط حتى ولو كان نشاط إذاعي في مركز شباب مدينة قنوط. الآن أنا على المستوى الشخصي بخاف إن أنا أعدي من قدام المركز، بخاف إن أنا أدخل المركز، بخاف إن أنا أتعامل مع حد في المركز. أكثر من مرة ذهبت إلى المركز ودي حقيقة ولم أجد أحد. ذهبت إلى المركز وبعد صلاة المغرب مباشرة أو بعد العشاء مباشرة الذي كان المركز تضاء أنواره حتى الواحدة والثانية صباحا ولا تغلق أبوابه، ولكن بعد العشاء مباشرة أبص ألاقي المركز زي ما تكون الفجر قرب يطلع والدنيا ساكتة وجميلة وهادية، والمركز أصبح ملاذا لأشياء أخرى الناس قالت لي عليها. مركز شباب مدينة قنوط أصبح مرتع لأشياء. لو سمحت لي يا دكتور اتفضل، احنا على علم بكل هذه الأشياء. معلش أنا معلش أنا مش عاوز أقول، أنا حضرتك خد وقتك، لا لا احنا على علم والناس كلها على علم. قول لي أنت عملت إيه ونقدر نتكلم. اتفضل. نقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ نبيل، مش عايز نبص للجانب المظلم. تمام، في نور كبير والله، في ضي جاي في الطريق. طيب جميل يا شباب، أنا عايز كده والله. بداية الشغل زي ما قلت لحضرتك من أول البواب، يعني إن شاء الله هتلاقي البواب متغيرة قريب جدا، ونتعامل فعلا اترسمت ونتناقش إن شاء الله بإذن الله تعالى. نمسك الجانب المضيء زي ما بنقول. تمام، تخش حضرتك الجامعة بعد الجامعة نزل إن شاء الله خلال أيام معدودة. احنا شغالين في إيدي النهار أستاذ علي بصراحة، يعني جندي مجهول. جميل. دلوقتي يعني بيديني زيت بالمناسبه، انا بقيت في النيوز ده اكثر من مره. واحد بقيت تاني فعلا ان شاء الله خلال اسبوع بالظبط. احنا اليومين دول بتجري يعني التشطيبات النهائيه اللي هي زي ما بيقولوا بالبلدي كده ان اشهر. احنا اخر شيء عملنا الكهرباء وعملنا صيانه وسباكه وكل شيء. ان شاء الله نوعد حضرتك ان 1/11 الفرش اخباره ايه؟ الفرش للاسف هو نفس الفرش القديم بس ده بس ده هيبقى ان شاء الله. يبقى عملنا ايه؟ ده هيتنجم ان شاء الله. لو حضرتك جبت واسطه ممكن نقعدك في الاوضه اللي فيها التكييف. لا لا معلش، انا ما عنديش وصايا، انا عاوز زي اي حد بينزل فندم. احنا يعني انا اخترت مركز شباب ليه؟ عشان انزل فيه اولا لحبي لمركز الشباب طبعا، ثانيا لقربي من اعضاء مجلس الاداره، من المترددين، من الناس كلها. لكن انا مش هاخد ميزه، انا مش عشان الاوضه واحده فيها تكييف شباك مظبوط وفيها حمام واخد بالك، نزلت فيها اكتر من مره واخد بال حضرتك معايا، ولكن انا عاوز كل الاوض تبقى كده. حضرتك فعلا انا عاوز الاوض كلها على مستوى كل الاوض دلوقتي على مستوى احنا ندخل لك دخل يا استاذ احمد. انا بنبص كده يعني خلال ايام معدوده بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله هتلاقي الاوض شغال واحسن من الاول باذن الله تعالى. تمام، بعد منه على طول يعني عيد كمان شويه مركز المعلومات برضه هيشتغل ولا لا هيشتغل. جبنا حد صيني مجموعه من الاجهزه، وعندنا مدرب كفء المهندس محمد عبد الله اللي هيبقى فيه دورات وهيبقى فيه شغل. تمام، نطلع قدام شويه برضه مع حضرتك، بس كل دي برضه ايجابيات. احنا برضه هنخش على الحمام. الحمام ده كان بيجيب دخل يوميا يعني مش بيقلش على 2000 جنيه، ما يقلش خالص على 2000 جنيه بفضل الله عز وجل. احنا جينا هنا مقفول، بدأنا عملنا مقايسة وتعاملنا مقايسة وجبنا ناس مهندس استشاري، عملنا مقايسة إنشائية وميكانيكية، لقينا الميكانيكية هتاخد مبلغ كبير، فالناحية الإنشائية إن شاء الله بإذن الله تعالى برضه
هتشتغل قريب، الفلوس موجوده وان شاء الله هتشتغل وتكون مهندس اكتر من مهندس من مكتب الشركه. خلينا بقى في لا في حاجه تهمك قوي لازم اقول لحضرتك عليها. يا ريت المرأة الكبير اللي ورا مثلا اثنين دلوقتي حاليا الناس بتتدرب عليه. اتعمل اتحشت نجيله واتحشت نجيله وركبت الورق الثاني. طب الملعب والناس الملعب الصغير اخباره ايه؟ الخماسي ولا الملعب الثلاثي؟ لا الملعب الثلاثي. الثلاثي ان شاء الله هنبدا فيه، احنا خلصنا ملعب كبير لان مطلوب مننا السنه اللي فاتت كنا بنلعب طبعا بره. طب طب السور اللي ورا اخباره ايه؟ احنا ما عندناش سور ورا. لا لا سور الملعب بس اللي موجود، سور الملعب اللي موجود. انت في نهايه الطريق بتدخل على سور الملعب في وسط حضرتك. سور الملعب نفسه موجود. سور الملعب، سور مركز شباب 18، الشباب بتدخل من باب مركز شباب المدينه ويخترقوا المركز واخد بالك بالموتوسيكلات وبالمش عارف ايه. لا حضرتك دلوقتي مفيش اختراق بالموتوسيكلات لان احنا دلوقتي قفلنا البوابه، البوابه بقت للمرور على الاقدام فقط مش المرور بالسيارات. المركز دلوقتي عندنا ما بيستقبلش سيارات الا اذا احنا وافقنا، اذا مجلس الاداره ومدير الاداره وافق ان في حد يخش بعربيته مدير المركز ان هو حد يخش. لكن احنا دلوقتي قفلنا المركز حضرتك، احنا عاملين في المكان التقاء التجمعات الشبابيه والاطفال والكلام ده مقفول حضرتك بحاجه بما تشبه السلاسل لمنع دخول الموتوسيكلات حفاظا على ارواح الشباب اللي عندنا. او 18 فدان يا استاذ احمد معلش 18 فدان سيبنا من الجزئيه دي. تمام 18 فدان وانت رفعتها على خرائط وعملت لها مقايسات وحاجات زي كده مظبوط. تفتكر ايه المشروعات الاجله اللي هي تدور داخل المركز اللي ممكن نعملها في ال 18؟ ما اصل انت مش هتقدر ترفع 18 فدان بانشاءات ب مظبوط يعني تهيألي مستحيل مش صعب مستحيل. عندي مشروع صاله مغطاه تمام المهندس محمد خليل بدا يحط لنا تصور صاله مغطاه تبع المركز ولا تبع الشباب والرياضه؟ تبع الشباب والرياضه. هتتعمل عندك في المركز ان شاء الله يا فندم باذن الله اداوي اه لا في 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 بسمه امل في المركز كويس بامانه يعني كويس تمام. النشاط المسرحي اللي توقف ظهرا من الزمن الحمد لله الخميس الجاي، الخميس الجاي ان شاء الله عندنا عرض لمسرحيه توسط وليد اللي هي حصلت على المركز الاول في افريقيا مسرحيه تبع الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي. احنا حصلنا على المركز الاول، الشباب بيتدربوا عندنا لان هم تابعين لقصر ثقافه موت. قصر ثقافه موت دلوقتي بالنسبه للترميمات والصيانه فهم استعانوني تمام. الله يرحمه الكابتن رمضان خضر عليه رحمه الله كان متابع معانا وكان بيجي يحضر معانا على طول علشان التدريبات وعشان الشباب وعشان النشء الصغير. الأنشطة بدأت تقوي مركز شباب الدخلة خلال 10 شهور بس، 10 شهور مش فترة قليلة وبرضه مش فترة كبيرة. مركز شباب الدخلة فضلت سنين بحالها كان مأوى للخارجين على القانون ومأوى للممارسات الغير قانونية لأي شيء حضرتك تتخيله سواء البوابة الشرقية أو الغربية بعيدا عن البوابة الرئيسية اللي هي في ميدان المستشفى. كنا على علم ده وواجهنا الكلام ده. دلوقتي مركز شباب الدخله ما فيهوش شبر، ما فيهوش اضاءه. ده اكاد اعترف ان هو على حسابنا الشخصي. في جهات بتساعدنا كبيره جدا، الاستاذ سيد محمود مشكورا طبعا، الكهرباء كهرباء اللي هو شركه الكهرباء موجودين معانا باستمرار، الصيانه مستمره. عندنا بعض المشاكل. عندكم افراد امن؟ للاسف يا فندم احنا ما عملناش حق تعيين حد. يعني لو انا ليا صلاحيه ان انا اعين حد طيب كنت اعين طيب. بس انا عندي عمال. بالنسبه بقى لنقطه العمال دي انا عندي استفسار كبير جدا لغايه النهارده انا مش عارف اوصل له الحل. حضرتك انا العامل عندي كان بياخد 300 جنيه في الشهر. الاداره القانونيه في مديريه الشباب والرياضه قالت لي لا احنا هنطبع على حضرتك اللائحه اللي هي نسبه 30% 30% من مصروفات المركز. بعد ما كان بياخد 300 جنيه بقى بياخد 150 جنيه دلوقتي. ده احسن واحد فيهم. ايه 150 جنيه؟ مش عارف حضرتك بس في الاسبوع لا حضرتك في الشهر وما عاد بياخد مرتب 150 جنيه. عندنا في مركز شباب مدينه الدخل حضرتك بياخد 150 جنيه في الشهر بعد 300 جنيه ومع ذلك مستمر حبا في المكان تمام وولاء للاستاذ علي فرغلي اللي موجود دلوقتي وولاء لمركز الاداره ان هم شايفينه بيفرق في الصحه. تخيل حضرتك ان حد بياخد 150 جنيه في الشهر وبيقعد يستناك لغايه لما الملاعب تقفل. احنا عندنا الملاعب الملعب المرجل بيقعد حضرتك تاجره لغايه الساعه 2 بالليل. كلمنا عن النشاط الرياضي. النشاط الرياضي حضرتك احنا كان عندنا انجح دوره رمضانيه على مستوى مركز شباب مدينه الدخله ال 10 سنوات اللي فاتت تمام الحمد لله. عندنا خدنا المركز الثالث في دوري مراكز الشباب. معلش كانت اختنا الكبيره باريس والخارجه كانوا افضل مننا بس معلش كنا على مستوى المنافسه.
طبعا المجهود ده مش مجهودنا، مش مركز الشباب، مش مجلس الاداره، ده مجهود الكابتن خلده والكابتن عبد المنجي والكابتن بهاء والكابتن علاء فوزي، مش عايز انسى حد. المسؤولين عن التدريب الرياضي بامانه كان مجهودهم كبير جدا. المركز لما كان الاول كان فيه مشاكل ما كانوش مركزين ياخدوا بالهم من المشاكل ولا ياخدوا بالهم من الفريق الاول للمركز. الحمد لله لما جم دلوقتي واستقروا وعرفوا ان في حد بيعرف يسندهم في القرارات، احنا دخلنا للمركز خلال 10 شهور دي اكتر من 120,000 جنيه. جميل. 100,000 جنيه دخلوا على النشاط الرياضي و20,000 جنيه للمعرض المقام حاليا. تمام. المركز بدا تحصل له حاله استفاقه كبيره جدا. جميل. بندعو الناس وبندعو الاعضاء ان هم يقفوا جنب المركز. معلش احنا دلوقتي حضرتك عندنا مدرستين للكوره في مركز شباب مدينه الدخله، مش مدرسه واحده. اتحدى اي مركز شباب عنده مدرسه. احنا عندنا مدرستين. هم مدارس خاصه بس ده نشاطنا احنا، ده متابعتنا احنا. مستمره جدا حضرتك، ويوميا التدريبات يوميه سواء على الملعب الكبير اللي هو توقف رحم من الزمن او على الملعب المنجل بالاتفاق معاهم. عندنا مدرسه للكاراتيه تابعه للمركز، ده غير المدرسه الخاصه اللي بنشئها كابتن محمد سيد. محمد سيد ابو بكر من اكفى المدربين في الكاراتيه، وهو طبعا يفتخر ان هو تدرب على ايد الكابتن فوزي عبد العزيز، زي ما انا برضه بفتخر بحاجه زي كده. فتخيل حضرتك مركز شباب الدخله اللي الناس كلها بتقول الجانب المظلم، احنا الملاعب عندنا منوره من الساعه 4 العصر لغايه الساعه 2 ليلا بعد منتصف الليل. جميل. عندنا مدرستين كوره، عندنا مدرسه كاراتيه، عندنا نشاط مسرحي، ده غير الانشطه السنويه او الخطه السنويه اللي هي بتنفذ. اللي يقول مركز شباب الدخله مظلم او ان هو في مكان مظلم، انا اسف جدا، هو بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الحقيقه وجنبه الصواب. مركز شباب الدخله بقى له 10 شهور بيشهد استفاقه كبيره جدا جدا جدا. لو كنا مقصرين كان الجمعيه العموميه ما حضرتش واجتمعت واتفقت كلها ان مجلس الاداره اللي موجود يستمر لفتره جديده. جميل. اتفضل. استاذ نصر عبد المنعم الجبالي، بعد كلام طبعا الاستاذ احمد سنوسي يعني اداني كده كبسوله من الراحه وكبسوله من الامل في ان بكره احسن وان في شغل وان لابد ان الناس كلها تتكاتف وان احنا نكون على مستوى هذا الحدث. قول لي ايه القادم في مركز شباب مدينه حنوت للداخل؟ ايه المستقبل بالنسبه لكم؟ ايه الخطه اللي انتم حاطينها وعاوزين تنفذوها؟ فين هو دور المرأة؟ فين هو دور المساهمات المجتمعيه؟ التعامل مع البيئه المحيطه؟ الكلام ده كله رؤيتك ايه المستقبل بالنسبه لك؟ احنا بس في نقطه برضه مش عايزين نقطعها برضه يا استاذ نبيل. اي اتفضل. وحضرتك يعني اشرت اليها وهي ان بسم الله رئيس المركز السيد محمود يعني والله فعلا وقف معانا وقف فعلا الدبالة زي ما بيقولوا. جميل. يعني ما فيش وقت نحتاجه حاجه تسعدنا كلنا. والله لان انا والله هو في ساعه الجد بيتدخل بصوره قويه وبصوره فيها انتماء وحب ووطنيه وبيحل مشاكل كثيره جدا، انا على علم بهذا. وقعدنا معاه اكثر من مره في المركز وقعدنا معاه هنا برضه اكثر من مره وبرضه في يعني في جهد مجهود برضه الدكتور نبيل حنفي سكرتير تاني المركز اللي هو دلوقتي في بلاط يعني ده بصراحه يعني الناس اللي مقضيين فعلا اكثر من دين. وزي ما قال الاستاذ احمد برضه انا استذكرها برضه مفيش حد بيتاخر. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي يعني فعلا يعني انا دلوقتي حاليا والله مبسوط ان شفت البسمه على وش حضرتك تاني. انا اعلم تماما ان حضرتك الاستاذ نبيل عبد المقصود من العاشقين مش المحبين والاتفاق كبير بالظبط من العاشقين لمركز شباب المدينه. ان شاء الله باذن الله قريب قوي هتشوف المركز في الصوره اللي تتمناها. جميل. احنا قلنا حضرتك احنا بدانا قلنا الحاجات الايجابيه ولسه في تاني في ملعب كبير صناعي يا استاذ نبيل في ملعب كبير صناعي حاليا دلوقتي عشان تعرف بس ان حضرتك يعني ان احنا مش ساكتين. كان بدا العمل فيه فعلا ووقفنا احنا الشغل. مهندس محمد خليل لقى في الشغل غلط وقف الشغل وعرضنا الامر على السيد رئيس المركز والسيد المحافظ والمدير العام وجاءت الناس مسؤوله وفعلا بداوا الطريق السايق برضه. فاحنا برضه بنشتغل يعني احنا برضه وده هيجيب برضه دفع. زي ما قال الاستاذ احمد احنا برضه عملنا خمس منافس رسم الفروض الخمس منافس بيع يتعاملوا مشروعات برضه في داخل المركز بحيث برضه يجيبنا شغل. احنا برضه مش ساكتين. جميل. احنا بنحاول نطرق كل باب يجيب المركز دخل عشان نعمل نشاط. بقى في نشاط نبدا نجيب الناس تاني. يعني زي ما قال الاستاذ احمد
الحمد لله رب العالمين جميعا، وهي حضرت الجمعيه اللي فاتت كعضو عام في المركز. كان في خلاف كبير، الحمد لله السنه دي الجمعيه دي يوم 29/9 اللي فات ده بقى الزحمه الناس كلها كانت احنا معاكم احنا وراكم، لكن زي برضه حضرتك برضه عايزين نقول الناحيه الاداريه احنا ماشيين، احنا مش بيننا وبين اي حد خلافات شخصيه. الحمد لله والله ما فيش بيننا وبين اي حد في المركز اي خلافات شخصيه، بل بالعكس بالعكس احنا اللي بيشتغل في دماغنا من فوق، واللي مش عايز يشتغل يسيبنا احنا نشتغل، اللي مش عايز يشتغل نقول بيمشي اتفضل يمشي، واحنا فعلا عملنا كده، اللي مش عايز يشتغل اتفضل يمشي. برضو انا مش قادر افهم يعني كلام جميل جدا وكلام محترم وكلام يعني له ثقل وله واقعه، ولكن في الواقع انا شايف في حاجه من تحت الترابيزه، في صدام خفي مش قادر افهمه مش قادر استوعبه. هل هو صدام فكري؟ هل هو صدام مثلا لناس مش عاوز المركز ينهض؟ ايه المشكله بالظبط؟ مش قادر افهم، شوف الحلقه كلها وعاوز هذا السؤال اجاوب عليه. المشكله زي ما حضرتك، المشكله واحده بس، في ناس فعلا المكان ده عايز يفضل زي ما هو من سنين قديمه، عايز المكان يفضل كده نرجع لورا مش نطلع قدام، ودي المشكله، دي مشكلتنا احنا، احنا جينا عشان خاطر نعمل حاجه للمركز. احنا حضرتك من سنه 90 في المركز ده، يعني ابن ابناء المركز، وعايز نعمل حاجه. صح. اي حد حاطط في طريقنا يا نمشي احنا يا يمشي هو، فاحنا بنضغط عليه بقدر ما على قد ما هيكمل معانا يكمل فوق دماغنا، مش هيكمل يسيب مكان غيره. وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله قريب قوي هيبقى لنا لقاء مع حضرتك. لا انا اللي هيبقى لي لقاء معاكم، ولكن ده في مجلس حضرتك عايزين حضرتك تشرفنا ان شاء الله، ان شاء الله مفتوح ده مع الشباب، ما انا عاوز مع الناس. انا عايز اجي مركز الشباب ان شاء الله انقل من هناك، او اعمل لقاء من هناك وحلقه مفتوحه من هناك، يكون بقى في حاجه، في انجاز، وابرز هذا الانجاز. اجي على ارض الواقع الاقي شيء اتنفذ ان شاء الله. حضرتك هتشرفنا قريب، وهتلاقي ان شاء الله مش هتلاقي حاجه، هتلاقي حاجات. لو حضرتك على غير معايا الخمس اللي فات كان في اكثر من خمس انشطه، وكان المركز فعلا زي ما قال الزحمه يعج بالناس، مليان ناس، ودي احنا قلنا دي بدايه الطريق برضه. فان شاء الله حضرتك تشرفنا في المركز هناك، وهتشوف الحاجات دي بعينك على ايه؟ راي العين الاستاذ ان شاء الله باذن الله تعالى في اقرب وقت باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استاذ احمد، مواضيع كثيره جدا على فكره انا ما تطرقتش ليها، ولكن انا يعني ايه هكتفي بهذا، هكتفي بالجرعه اللي انا اخذتها، كانت عندي بدايه سوداويه وانتقلت لامل ان شاء الله. يعني انت عارف نقلتوا لي نقله كده حسستوني ان الدنيا بخير، ان هناك برضو في بارقه امل بتظهر ما بين الحين والحين، بتخلي الانسان ما يقولش الدنيا كلها سود. على فكره اذا كنت كلامي كان شديد وكلامي كان فيه نبره الم من حبي، وزي ما قلت لحضرتك يا استاذ ناصر، من حبي لهذا المكان ومن عشق لهذا المكان، وعايز المكان يرجع زي زمان، يرجع بنقطته، يرجع مش بالاناره، مش بالكشافات. الكشافات دي مجرد رمز، كشاف الاناره ده مجرد رمز، لكن ما تحت الكشاف، انا بنور ليه كشاف الكهرباء؟ علشان في حاجه على الارض بتتعمل. كان في نادي للمراه كان محترم جدا، وكانوا بيعملوا حاجات جميله جدا من اشغال يدويه لمصنوعات لمأكولات. كان فيه دايما سريع هتشتغل شغال، يعني انا شايف مثلا عاوز اسال سؤال، انتوا ايه اللي عملتوه بالنسبه لمركز الشباب مع الناس المحبه العاشقه المترددين المنتمين لمركز الشباب؟ عملتوا ايه عشان الطريق اللي هو قدام مركز الشباب اللي هو واخد من اول البنزينه لغايه تقريبا من نص الشارع، عملتوا ايه؟ كان المفروض انا هتكلم وبطريقه او باخرى هعمل معسكر هنضف. انا بسال الاستاذ سيد محمود دايما سؤال، بقول له تراب مالي الطريق من اول مدخل البلد جنب الرصيف لغايه ما بوصل لغايه مجلس المدينه، وكل احنا فين؟ احنا مساهماتنا فين؟ ما انا لما اشوف، لما ادهن بدورات، لما اعمل معسكر، هيقول لي ليا مليون، لو المليون معايا هعمل وهعمل. لا مش هتقدر تعمل بيهم حاجه يا استاذ احمد، لو المليون معاك لا، ده فيه حسابات وفيه وفيه وفيه، ما تقدرش تعمل الا بخطط والا بكذا. انا مش هاخد رد المره دي، ولكن بعد الساده المستمعين كلها ان احنا ان شاء الله اللقاء القادم باذن الله تعالى، انا هخرج عن المقر هنا
مش هستدعيكم، لا انتوا اللي هتستضيفوني في مركز شباب مدينه مور بالدخله، وهنقل لكل الناس صوره حقيقيه وصوره واقعيه عما يدور في مركز شباب مدينه مور بالدخله، من انجاز، من مشكلات تناقش على ارض الواقع. هحاول ان انا اخليها فتره مفتوحه واستضيف فيها رئيس المدينه واستضيف فيها الاستاذ ناصر، هنرتب معاه بحيث ان هو يكون موجود. هحاول ان انا كابتن يحيى ان انا انسق معاه ان هو يجي معانا هذه الفتره ويقعد معانا هنا هو، ونخليها زي ندوه، نخليها زي ملتقى ونبتدي نناقش. المواجهه يا استاذ ناصر واستاذ احمد، المواجهه هي اقصر طريق ان انا اوصل للهدف بتاعي، ان انا اواجهك، ان انا في وشك اقول لك، اكلمك في وشك. انت عارف لما اكلمك في وشك انا هشوف تعبيرات وشك وهتشوف تعبيرات وشي، بخلاف ان احنا بنتكاتب وبنتراسل وبنتكلم في التليفونات، الكلام ده كله ما بيأديش. لكن طول ما انا بواجهك وفي وشك وبعرض المشكله وبشوف المشكله على وشك انطباعها ايه وابتدي اتعامل معاها، اعتقد ده جزء كبير جدا من الحل. هو بس يا دكتور نبيل لو حضرتك سمحت لي، احنا عندنا مشكلتين كنا عايزين نعرضهم قدام حضرتك برضه للجماعه سريعا عشان سريعا جدا في وقت مع اكيد طبعا. مركز شباب الفتح من اجمل المراكز الموجودين في الداخل، والاستاذ علي فرغلي كان يشرف بادارته قبل ما نضحك عليه ونجيبه عندنا طبعا، ضحكنا عليهم هم طبعا. طيب بس هم راضيين، هم راضيين بس للاسف بس مش هم للاسف مش راضيين، هم عاوزين يسيبوا حتى دي، عاوزين يقفلوا المركز ويجي لكم. بس مش مركز شباب الفتح مركز شباب المدينه شيء واحد طبعا كلهم. طب سريعا نقول المشكلتين. المشكلتين حضرتك، احنا عايزين نرفع النسبه للعاملين، نسبه العاملين اللي هو حضرتك استغربت جدا ازاي ان عامل بياخد 150 جنيه في الشهر، تمام؟ احنا عايزين نرفع النسبه دي، النسبه دي موجوده في ايد الشؤون القانونيه او في ايد المديريه، مش في ايد الاداره ولا في ايد مجلس الشباب او مجلس الاداره، تمام؟ حضرتك حرام ان مواطن ياخد 150 جنيه، ده ما يلحقش يعني بيهم. تمام، ادي اول واحد. دي اول حاجه. تاني حاجه اللائحه بتاع تاجير الملاعب، انا تاجير الملاعب عندي لغير الاعضاء 50 جنيه في الساعه وللاعضاء 40 جنيه في الساعه. دي في ملاعب كتير وفي ملاعب الشباب كتير. حضرتك الملعب اللي هو الثلاثي اللي هو بتاع وزاره الشباب. بتاع وزاره الشباب حضرتك موجود عندكم؟ موجود عندنا ب 50 جنيه في الساعه. 50 جنيه في الساعه لغير الاعضاء و 40 جنيه للاعضاء. تمام. في ملاعب الشباب كتيره ما فيهاش كده، اقل من كده. حضرتك بتقصوا عليا وتخليني اطفش اللعيب بتاعي عشان ما تجيش عندي؟ لا لو سمحت خفض لي قوي. طب ليه ما ناخدهاش بنص الكوبايه المليان؟ اللي هو ايه؟ ان انا مثلا لما يعمل لي الملعب ب 50 جنيه انت بتاخد منه كام؟ نسبه كام؟ بتاخد ال 50 جنيه كلها؟ في نسب بتطلع، نسب معينه. ما نسب عشان الوزاره وعشان لان هو مديك الملعب وبياخدوا منك ايه بالتقسيط. لو انا مدير الشباب الوزاره و 40 جنيه صيانه، 40% صيانه و 10% في القائمين عليها. القائمين عليها. ما هو حضرتك ده لو انا مدير الشباب الوحيد، يعني مثلا لو انا مدير الشباب الراجله، لو انا مدير الشباب المعصره، لكن انا عندي مراكز الشباب قريبه مني وبتعرف تنافسني. فحضرتك مش مخليني مين نفسك؟ انا حضرتك عندي مركز شباب الفتح ينافسني، عندي مركز شباب الشكواني ينافسني، يا استاذ الفاضل، عندي مركز شباب الدوري ينافسني. يا استاذ الفاضل اتفضل. انا في مكان، حتى لو انا هلعب ابني لما ابعته لمركز شباب مدينه موت عشان يلعب، غير لما ابعته لمركز شباب الفتح في اخر البلد عشان يلعب. انا بتكلم على الشباب الكبير، الشباب اللي هو اكبر من 20 سنه، اللي هو بيعرف اكبر من 20 سنه هيروح بينام عشان يلعب. احنا يا فندم بما اننا يعني متعاملين مع الجمهور العريض من اللاعبين، هم بيعملوا كده. هي لائحه، مش هي لائحه بس عندي انا دورهم. يعني حضرتك عشان يبقى مدينه، حضرتك دلوقتي هم حضرتك دلوقتي عشان يبقى مدينه. حل برضه، حل من عندنا في المدينه حضرتك. لا لا لا، فاز 3 كيلو حضرتك. معلش معلش احمد، لو سمحت، هو بس الحل اللي عندنا احنا ممكن احنا كمجلس اداره نعادل اللائحه دي ونبعتها للمديريه بعد ما تشوف الشكل. بس احنا اللي حاطين لها. ويبقى موجود معانا كابتن يحيى، يبقى موجود معانا الاستاذ محمد عبد الستار. متهيألي ما يعني احنا حاطين لائحه، كان ما كانش في ملاعب ثانيه، احنا اللي حاطين اللائحه. ولو اعتمدت هتوعدوني ان شاء الله في خلال هذا الشهر، شهر اكتوبر او اول نوفمبر، ان انا اكون في زياره ليكم. شرفنا حضرتك. ان اللقاء القادم يكون عندكم ان شاء الله باذن الله تعالى. سعدت بكم، وكل الامل والغد بكل ما يحمله سوف يكون افضل بالنسبه لمركز شباب مدينه موت. النبرات الحزينه اللي انا بتكلم بيها والالم اللي بيعتصرني هيتبدل مكانه فرح ان شاء الله بعوده
موفقة وعودة جميلة لمكة شرم مدينة قموط. هنناقش معكم كيفية عمل نشاط مجمع أو نشاط كبير بالاتفاق في مديرية الشباب والرياضة والاتفاق مع المناطق أيضا، إذا كانت منطقة ألعاب القوى ولا منطقة كرة القدم ولا الطائرة ولا رفع الأثقال. هنتفق نعمل نشاط كبير ونشاط يكون فيه الدوي بإذن الله تعالى، لكن دعوا هذا الأمر إلى حينه. بشكر الأستاذ نصر عبد المنعم جبالي رئيس مجلس إدارة مركز شباب موت، بشكر الأستاذ أحمد سروسي عضو مجلس إدارة المركز والمشرف الرياضي، وسعدت بكم وألقاكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله.